السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة، كما كتشاهدوا معنا عملية كنترول لفيدرالية مدينة الدار البيضاء دائما عند أبطال والطونديم أنغيمة حساني ضمن مسابقة سيدي فني ناحية مدينة قلميم، والأبطال ديالنا كيعنوا بالأواخر داخل جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء، الرتبة الأولى داخل الجمعية والرتبة الخامسة داخل فيدرالية مدينة الدار البيضاء. قبل من دانيك غادي ناخذ كلمه عند الاخ نجيب المكلف بالجهاز الالكتروني كيحضر معنا هنا في عمليه الكونترول. اخ نجيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا قبل كل شيء عيد مبارك سعيد لجميع المبارعين على صعيد الوطن وخارج الوطن، وتقبل الله منا ومن صالح الاعمال. اليوم احنا في عملية كونترول، جينا في عملية كونترول عند الأبطال نغيمة حسان الثانية على التعريف، مسابقة ناحية سيدي إفني ناحية قلميم. كنبغيو عملية كونترول هذه مستغرات من كبير نجاح، وكنبغيو نوصلوهم بهذا الإنجاز حصولهم على الرتبة الخامسة داخل فيدرالية الدار البيضاء، وكنشكرهم على حسن الاستقبال. ترحيب الله يسخر اخويا نجيب، كنشكرك بزاف. غادي ناخذ كلمه عند الاعلامي المشهور الاخ رضوان الزوراي قبل ما ندوزو عند الابطال ديالنا الطوندي من غير ما حساني. شي كلمه بحقهم اخويا رضوان، كي جاوك الحميمات كي جاوك الابطال ديالنا؟ اخويا بالعيد كنشكروك على هاد الكونترول اللي كديرو لتعريف الابطال الكبار الاوائل. فقبل ما نبدا بالبطل ديالنا الطوندي من غير ما حساني، فغادي نقولوا لكل المتتبعين بعدا عواش المباركه تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وكنشكروا اول وقبل كل شيء جمعيه ملتقى الابطال بكل مكونات المكتب جنود الخفاء كل من كيساهم في انجاح المسابقه، كنبلغوا له التحيه من المنبر، وكذلك جميع مكتب فيدرالية الدار البيضاء الكبرى وكل جنود الخفاء بما فيهم لي كوميسير لي كونفويور. اي واحد كيحط على البانيه وكيسد وكيمشي حتى هو كنشكرهم هذا المنبر لانه كيساهم. المهم فبالنسبه للطونديم نغيمة حساني اللي غادي نقولوه قليل في حقهم، وماشي اول مره اللي غادي يضربوا، هادشي هما عندهم عادي، هادشي ماشي جديد عليهم، ماشي جديد عليهم، غادي يكون جديد على الناس اللي الله بداو في الولاعه وما كيعرفوش هاد الاسم ديال نغيمة حساني، وما كنظنش كاين شي واحد اللي ما كيعرفش هاد الناس هادو. التواضع ديالهم اسمع مزيان، الاخلاق ديالهم ما كيهضروش، ولكن متى كيهضروا بحال هاد الطلق، بحال هاد الطلق عرفتي، مغيمة ديك لارا الراس هادي هما الطلقات. على كل حال من هاد المنبر كنقول لهم انا بعدا برافو برافو برافو، مبروك والف مبروك عليكم بهذا الانجاز الكبير. وما ساهلش باش تضرب بريمير جمعيه ملتقى الابطال اللي كتعد هي من احد اقوى الجمعيات في مدينه الدار البيضاء اللي كتضرب ليها الف حساب. باقي ما كنهضروش على غير محسن، كنهضروش على ملتقى الابطال. وتبارك الله سينكيام على صعيد فيدراليات الدار البيضاء الكبرى، راه 7000 وكذا باش تضرب فيها سينكيام وبدون مجامله. انتم كتعرفوا الاجواء اللي مرت فيها هاد قلميم او ناحيه قلميم، راه اجواء كارثيه. أربعة فصول في النهار اخويا، أربعة فصول اللي عشنا، الشتاء، البرد، العجاج، الحرارة، راه اللي كون فين كانوا جايين كيعاودوا لينا واحد الحرارة راه ما كيوصف ما توصفهاش الراس، يعني واحد الحرارة مفرطة. وتبارك الله استطاع باش يحيحوا، اللهم بارك. حاجة أخرى اسمع مزيان، هاد الإخوان شاركوا ب 30 حمامة، ودابا طلعنا عندهم اليوم مع الصباح، يعني البارح كانت ديكلاسيون، دابا عندهم 24 باقا 6 باقا 6 فهاد الأجواء وضاربين دبلومات البريمير وسينكيام في الفيدراليه وباقي مع السد الحمامات، فهذه بحد ذاتها انجاز كبير. انا مش كنطبل لهم، انا راه كنوصل لكم على داكشي اللي كاين. ندخلوا 24 اخويا رضوان، هي دونك بريباراسيون مزيان تبارك الله عليك. حيت عندوش معاه غيقولوا لا هذاك واقيلا كيطبل ليه، اما كنطبلوش حنا، حنا كنوصلوا لك داكشي اللي كاين، والريزيلتا راه كتبين لك، راه كتحكم. الريزيلتا ديال الملتقى راه مصوفين بها بريمير، هذه وحده ديال الفيدراليه راهو ما سينكيام. بالنسبه للكونستاتور راه فيه 24 من 30، حنا راه شي وصلنا لك، حنا راه ما زدناش شي حاجه بزايده. داكشي اللي كاين. مره اخرى كنشكر الاخ بالعيد والاخ نجيب الرجل التقني والاخ بالعيد
راه غني على التعليم، بلا ما نقول لكم شكون هو بالعيد منتج، راه اعلامي كبير ومحبوب الجماهير. كنشكرهم تاهما كذلك على هذه المجهودات. مره اخرى مبروك الطاندم الرعب والقوي، لان هادشي ما كيجيش من فراغ، راه سلاله قويه وبريباراسيون، ولا ما عندكش بحال هذا منعم. الدكتور بركام كاين النغزه تما، كاين النغزه. وتلقى انت هو كيكون بيض، كيكون بيض. وملي كان كتلقى واحد الطونديم تبارك الله، راه دي شحال من عام وانت معسم حد الصداقه تقريبا كاينه واحد 23 سنه وما بيناتهم، يعني القلب بيض. حساني دابا راه ولا ولد الدار، دابا خوت، راه خوت. الله يدوم هاد المحبه في سبيل الله. خويا محمد هانا واللي دوروا في العمل، راه ما حاضرش معنا السي محمد اللوين، وكاع لك السي محمد اللوين تا هو، وما نساش سمير اللوين طونبيل. واحد التحيه جات من بار تيليفون بار ساتيليت للاخوان، وكيبارك ليكم صاحب قناه ولاد تيفي بيترو نبيل، قال لي ملي كنت عنده سلم عليه وقول ليه راه كيبارك لك. ومبروك على جميع الاخوان اللي ديكلاراو الاوائل، واحد الموفق لباقي المشاركين. واسمحوا لي طولت عليكم، هاد الناس علاش؟ حيت عزاز. داكشي اللي كاين اخويا، داكشي اللي كاين اخويا رضوان. ودابا غادي ناخذ كلمه عند الاخ حساني، الشعور ديالو كيفاش كنتي حاضر في ديكلاراسيون، الاحساس ديالكم وانتم كتعنوا بين الرتبه الاولى داخل الجمعيه والرتبه الخامسه داخل فدراليه الدار البيضاء. خويا منعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه، وتقبل منا جميع الاعمال. صراحه تلقى داس في ظروف صعيبه، لاننا عشنا اربعه الفصول تقريبا في نهار واحد، كانت الشتاء البرد كونطر والحلامي دي شي طايحه، والحمد لله انا استطعنا نكونوا من الاوائل داخل جمعيه منتقى الابطال، وكذلك داخل فيدراليه مدينه الدار البيضاء الكويتيه. وكتقول اخويا منعم قبل ما يجي الحمام، كتقول اللهم الله اتقيت واش غيدوز، واش غيدخل الحمام ولا ما يدخلش، واش غيتعطل واش ما غاديش يتعطل. بالنسبه للاجواء ديالنا حنايا في المغرب، كون على يقين ملي كتفوت الشبيه كيبداو مطال قاصح، كيبداو قاصح يعني كتدخل. واش كتبان الراسه ولا كتبان بريباراسيون ولا كيبان اخويا؟ لا بالعكس، كاينه راسه التخصص ديالها انها كتلعب في الورك كونتر وكتبغي التضاريس، يعني كتبغي كما كنقولوا. وضروري شي دي بريباراسيون اخويا؟ بريباراسيون لا بد، لا ما كاينش بريباراسيون، راه ما كاينش شي حاجه. هذاك هي دي الحمام اخويا، هي الحمام اللي علمنا بها. انتم الخوت هذه الحائزه بالرتبه الاولى داخل الجمعيه، والرتبه الخامسه داخل فيدراليه الدار البيضاء، اللهم بارك. طيب. هانتوما الخوت لا فورم راه طالعه، اللهم بارك. اللهم بارك. طيب سخر، اش ما ملاجي اخويا؟ 2020 اخويا. 2020؟ هانتوما الخوت. اسيري. 2020. دور دور دور. كنتي لعبه ذاك العام الطرديف يا خويا؟ لعبه طرديف، دار شي بري العام اللي ديجا ضربه واحد بري في الطرديف. وخواته هو ضارب ياك؟ هو ضارب. تبارك الله. وهي دابا ضربات في هذا الموسم، هي يعني الناس كيقول لك اخويا رضوى، كيقولوا الناس الحمام الا بغيتي يعطيك خصو يكون مراجي. سيدي الله يرجعك. يدير لاج وما تكملش به في العام الاول ديالو. دونك الاخ حساني الطريقه اللي دار هي هذه. لعب بها الطرديف ذاك العام وحبسها، هذا العام هذه هي كتاكد. كمل بها واكدات. تبارك الله اللهم بارك. والسلاله اخويا منعم ليش كنحاضر يعني؟ هذه بالنسبه للسلاله ديالها، كانت الاب ديالها مارسيل ووترز ديال شبح مدينه الدار البيضاء الملقب بالدب الروسي الدرداري، حاضر بقوه. والصراحه من الحمام ديال المدرسه المعروف على الصعيد الوطني الاقليمي، حمام اللي عطى انجازات كثيره، وتحيه كاع الموالي عليه، خداو من حمام ديال المدرسه لانه حمام في المستوى صراحه. راهو في المدرسه حاجه، راهو في المدرسه ومشاو للشياني وداروا بريات، داروا بريات. وهذا راه من الحمام ديال المدرسه، هذا هو بوايا، هذا هو بوايا، هذا هو بوايا الحمامه، تا هو راه من المدرسه ديال الشبح. اللهم بارك. بارك الله. فهم لا شتا هو ياك اش معاه هو؟ 2018. 2018 الخوت ها هو. وهذا العام تبارك الله يعني كان احسن روبروديكتور عندنا هذا العام. كيبان لك راه. يعني ولادو عندنا، ولادو ضربوا في هركانه، ضربوا في ناحيه شاكادير. هذا العام هذا؟ هذا العام. تبارك الله ولادو. مع نشاوي مختلف. يعني الجوك. تبارك الله، الجوك ديالنا السالي. تبارك تبارك الله اللهم بارك. وبالنسبه للام ديالو، الام ديالها من السلاله العريقه ديالنا اللي كان ديكلاريو بها، هي من لالين ديال سون جينز. فبغيتك تعاود لي على هذا الانثى اللي ضربته معاه اللي عطات هذه الديكلاراسيون. هذه اخويا الاب ديالها سون جين والام ديالها ستاف باريت،
بالنسبه للاخ ديالها بروميير اسبيجون في الدوميفو في الجمعيه البيضاويه، واختها نفسها بروميير اسبيجون في الفو في الجمعيه البيضاويه. وهاد الحمام ماش عاطيه؟ هادي عاطيه انجازات كثيره. تقريبا شحال من انجاز عاطيه؟ تكون عاطيه تقريبا دابا لحد الان تكون عاطيه واحد 8 دبلومات تقريبا. هاد الحمامه هادي تبارك الله. والله جايه شويه من عندي. هادي 2017. خويا حسان. هاد ملاقي شكون قالك لاقي هاد ملاقي بالضبط؟ هاد يا خويا انا اللي صراحه انا اللي لاقيتها. ترى الدكتور بروكوما. شكون زعني في واش الله ولا لقيت الدم مع هذيك؟ لا لاقيت لحقاش هذا عندنا دوم جوكير يعني كيعطي مع الفنان. جوكير اي ذكر تعطيه معاه. هذا يعني لالين ديالو التخصص ديالها نيت كتلعب من 400 ل 600 وهادو تا هما نفس البلان. هادي لافونتاج ديالها انها تقدر تزيد القدام. الا درتي لها دابا هادي جوكيرا، الا درتي لها حمام ديال الدومي فو البرو دومي فو تعطي، درتي لها حمام ديال المسافه تعطي. تبارك الله عليك. فيتاس لا فيتاس لا فيتاس لا تبارك الله. خويا نجيب شي كلمه. خويا نجيب باقي ما تكلمتيش. اوا خويا رضوان اول حاجه بعدا عندي واحد الطريفه طرات لي مع الاخ منعب، كان فيما كيجي لجمعيه ملتقى الابطال كيجي عندي كيقول لي نجيب اخويا امتى باغي تجي دير لنا الكونترول؟ وهاي جات الفرصه في هذا المطلق هذا وحنا جينا درنا الكونترول. وبز منك جيتي بز منك جابتك الحمامه. وديما كيزقل ديما كيزقلوا كيقول لي شاء القدر. البارح جات الموفيطه الناس ديال الموفيطه. وكيقول لي كيقول لي كنقول لي راه ضرب وانا نجي عندك كيقول لي باقي جايه الوقت حتى ملي غتجي راه غتجي بالزمن. الساعه انت جيتي. احنا جينا جات الفرصه باش جينا كنهنئوه بهذا الانجاز هذا وكنهنئو الطونديم حساني حتى هو كان الغايبه. محمد راه على حسب الظروف ديال العام راه ما استطاعش باش يطلع معنا. وتحيه لمره اخرى نعاودوا مع فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله. والله يسخر الجميع. الاخ منعم رد 30 حمامه، رد 24 حمامه، البارح 20، الصباح 4 حمامات، باقيين 6 يعني 80% ديال الحمام دخلوا. الحمد لله. بقات لي 20% يقدروا يجيو مازال اليوم غدا بعد غدا، المهم غير هي الاجواء شويه اليوم عاوتاني صبح جو اخر اخويا رضوان. حراره. الحراره مفرطه في الصباح. الله يحضر السلام. الحمام حتى هو مسكين الله يحسن العوان وصافي ما غادي يقول الله يسمح لنا من الحمام. هادشي اللي كاين. وتحيه لجميع الاخوان اللي كيشاهدوا معنا الفيديو عبر قناه بن عيد منتقي عبر اليوتيوب. وتحيه لجميع الابطال ملتقى الابطال ايضا داخل الفيدرالية التربيضة والمملكه المغربيه بصفه عامه. اخر كلمه اخويا منعم باش نختموا هذا الفيديو هذا. تحيه لجميع الموالي داخل مدينه الدار البيضاء وخارجها، وتحيه لجميع مكونات مكتب جمعيه ملتقى الابطال ومكتب الفيدراليه اللي كان تاهو في المستوى، وتحيه للاعلاميين صراحه اللي ما كيخليوش العناء ان باش تنقل من جميع العملات في مدينه الدار البيضاء صعيبه شويه، تحيه لهم كاملين. وعيد مبارك سعيد لجميع الامه الاسلاميه. واش غادي نقول اخويا منعم راه كما كتعرف مدينه الدار البيضاء اكبر مدينه في المملكه المغربيه، راه غير باش تمشي دير كونترول واحد في البروسي واحد في الحي الحسني واحد في المدينه خاصك ثلاث ايام. واش غادي نقول لهم؟ زوج الناس خاصك معاهم ثلاث ايام. بزاف وباقي عندك اوامر اخرى خاصك تقضي عاوتاني في نفس اليوم. وعاد وليداتك وخو العمال وكذا. ما عندنا ما ندير. وليداتنا الله يسمحنا من حقهم زعما صراحة. كنفرطوا في وليداتنا. كنخرجوا من الخمامة من الدار مع الصباح ما كندخلش حتى الليل. ونهار كيكون عندك خاوي كتبع الحمام. كتدخل الدار باش نحكي. الوليدات كيقول لك اودي ما بقيناش كنشوفوك والله العظيم. عرفتي شحال هذا ما خرجت انا مع وليداتي رجل برجل. راه الله يسمحنا من حقهم. لقيناهم كيصبروا ومازال كندخلوا فين هو ذاك الصباط فين هذيك السبرديله. دخل مكوفر دخل مغوت او تا النهار كامل انت ديعو دابا تغوت والله العظيم الا كنحشموا راسنا بعض المرات اش دير لا اله الا الله وصافي. كنقول الاخ حساني طونديم غيم حساني مبروك عليهم الف مبروك. واو انتم الخوت البطل ديالنا اللي شرف جمعيه ملتقى الابطال الرتبه الخامسه داخل الفدرية والرتبه الاولى داخل جمعيه ملتقى الابطال. هادشي كان الخوت بلا ما نطول عليكم البطل مالكم عرفتوه طونديم الغيمة حساني بهذا الفيديو. نستودعكم الله وبأمل لقاء بكم مرة أخرى ومع بطل آخر. دمتم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.